السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. هاد الخطره جبت لكم طريقه جديده باش ديروا بيرشوار تاع بيروكي كابوني ولا كبير ثم شابه وحاجه معقوله. نقاول لكم كومبلي حل 150 ألف كاع كومبلي. تجيب عود تاع مسحو نورمال ينباع عند كانتايري، عود ولتحت فيه تاع الفيكس توجو عند كانكيري، تفيكسي له 4. وتجيب صينية اللي يطيبو فيها كاران ولا يطيبو فيها أي حاجة. تقب الصينية هنا 4 تقبات، 1 2 3 4 باش يحكم هكا. تعاود تجيب مونش تبغي مونش تاع فروتوار تقسمها على 2، ولا خطر الكابوني ياكلها، ولا كان بيروكي كبير ولا تبغي الكابوني باش ما ياكلكش المونش، تجيب عود كبير كما اللي باع عند صحابي الكاطو ولا اللي يطيبو به صحابي الكاطو. هذا ما خشين وما ينقرتش وما يقدوش ياكلوه. تفيكسيه هنا، تفيكسيه هكا، تحكمه هكا. تجيب الفيس، تجيب الفيس وتفيكسيه، تفيكسيه تفيكسي هاكا، تفيكسيه. تبغي تعاود تبندرع ديرها بكولور باش ما يجيش باب، ديرها في الصالة ولا باغ اكزومبل هاكا هاكا حتى ياكل، ولا ماكلة كاع تهود لتحت ما يوسخلكش، ما يديرلك لا وسخ لا زريعة لا والو. وكي تبغي توكله ولا تيكون عادة سوفاج تبغي تعلمه ياكل ولا فيهنو، غير هنايا وتعلمه باغ اكزومبل هاكا، غير هنايا وتعلمه ياكل. الفيديو الجاي ان شاء الله. هادي كانت طويلة وهو كلا نص، بصح باش تبغي ما ياكلش خص دير عود غليظ كيما هادوك تاع باتيري كيما اللي وريت لكم. والسلام عليكم.